رجعت ارحب بحضراتكم من جديد، ويمكن استعرضت في المقدمه بس الكلام سريعا عن موضوع الصفقات، وفندت مع حضراتكم ازاي فلسفه فيريرا وامير مرتضى ومجلس الاداره في توفير صفقات سوبر السوبر عشان خاطر ان يسد كل الاحتياجات في فرقته. كلام عن الصفقات هيبقى كلام مهم جدا 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 مع ضيفي اللي بيشرفني وبينورني في الاستوديو، واحد من افضل واعظم لاعيبه نادي الزمالك على مدار تاريخ، كابتن محمد صبري. برحب بيك كابتن صبري، صباح الفل. تحياتي ليك طبعا يا كريم، وتحياتي لجمهور نادي الزمالك، وتحياتي لكل الساده المشاهدين، وكل سنه ومصر كلها طيبه بمناسبه احتفالات نصر اكتوبر. ودايما نعيش في اعياد وافراح، دايما الشعب المصري يستاهل كده واكتر من كده. دايما يا رب، وكل سنه طبعا وكل جمهورنا وحضرتك طيب بمناسبه المولد النبوي الشريف. طبعا. في البدايه قبل ما هروح لملف الصفقات، عشان احنا مجهزين شغل مهم جدا ومجهزين فقره عشان نرد على كل بس اللي بتسوله نفسه ان في حاجه ناقصه في سكواد نادي الزمالك. لكن في البدايه كابتن صبري، انا وزمايلي والساده الصحفيين وكل ضيوف اتكلمنا عن الفوائد الماديه وازاي المستشار مرتضى منصور مجلس الاداره وفر كثير جدا بالقرار المهم جدا جدا والاتفاق مع نادي فلامبو بنقل المباراه واستضافه السفير هنا في نادي الزمالك، ومستشار مرتضى زاره في مكتبه ونقل مباراه مهمة جدا 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 هنا. مش هتكلم على الجانب المادي خالص لان خلاص احنا خضنا فيه كتير جدا، لكن واحد بقيمة كابتن محمد صبري، فنيا نادي الزمالك، مستر فيريرا، اللعيبة نادي الزمالك، الصفقات الجديدة تستفيد من القرار ده ازاي؟ طبعا هو طبعا زي ما انت بتقول يا كريم، انتوا يعني يمكن السادة الصحفيين اللي كانوا موجودين ابرزوا الموضوع بصورة جيدة جدا، وابرزوه بالصورة المادية، يعني المكاسب اللي عادت على نادي الزمالك، سواء من ان المستشار مرتضى دفع مبلغ وبعدين هو سوق المباراة وباع المباراة او اذاعة المباراة ودفع فيها فلوس، وكمان وفرت على النادي فلوس، ولكن الاهم كمان من ماديا فنيا. يعني فنيا انت اذا كنت النهارده بتتكلم عن نادي الزمالك ونادي الزمالك فرصه في تحقيق الفوز وانه يعدي الدور ده بتتعدى 70%. نعم. باللي عمله المستشار مرتضى ومجلس الاداره انه ساعد فيريرا ان المباراه الثانيه والاولى تبقى هنا في مصر، دي بتبقى حاجه كبيره جدا ما بتحصلش. يعني انا يعني في تاريخي كله وانا بلعب ما حصلتش. كان اقصى حاجه ممكن تحصل ان احنا لو عندنا مباراه في افريقيا فكنا بنسافر بطياره خاصه، ودي حصلت مره او مرتين يعني. لكن ان انت تعمل الماتشين هنا في مصر فده ذكاء اداري كبير جدا وما حصلش قبل كده في نادي الزمالك، ودي حقيقه. يعني لو في حاجه غير كده ممكن حد يطلع يقول لنا لا احنا قبل كده اتنقل لنا ماتشين او جبنا ماتشين هنا في مصر، وخصوصا ان الفرق الافريقيه ما تقدرش تتفاوض معاها بسهوله. نعم. وليك اللي حصل معاك في تشاد في مباراه. نعم. إليكت. نعم. تعبنا طبعا جدا وعانينا جدا ان احنا نحاول حتى او انت ابرزت ان انت تحاول ان انت تدينا حتى 10 دقائق في 10 دقائق ما عرفتش. نعم. وخصوصا كمان ان الفريق تشادي ما كانش له امل كبير جدا ان هو يصعد او ما يصعدش، ولكن هي العاده الافريقيه كده. نعم. كون ان انت تقدر تتفاوض وتجيب المباراتين هنا فده نجاح فني كبير جدا لفيريرا، هيساعد فيريرا كتير جدا حتى في تطبيق الشكل اللي هو عايز يلعب بيه لما هيجي يلعب المباراه الاولى هنا وتبقى في القاهره. لا، هتفرق معاه كتير جدا في تطبيق الشكل اللي هو عايز يلعب بيه، اذا كان هيبقى قلقان شويه اول نص ساعه مثلا لو هيلعب المباراه بره، وده من حقه تماما. فهنا في مصر لا، هو عايز يخلص المباراه بدري هتديله فرصه كمان انه لو ان شاء الله بمشيئه الرحمن المباراه الاولى قدرنا نخلصها بنتيجه جيده يقدر يشوف عدد اكبر كمان. صح. من اللعيبه. لو جينا اتكلمنا كمان جماهيريا، هو المستشار مرتضى وفر لجمهور نادي الزمالك انه يشوف فرقته قبل افتتاحيه الدوري اللي هو محتفظ بلقبه للعام الثاني على التوالي، هو بطل كاس مصر، هو بطل مصر السنه اللي فاتت، السنه اللي قبلها هو بطل مصر. نعم. فبيحافظ على اللقب بتاعه ده، عايز جمهور نادي الزمالك يشوف فرقته ويشوف لعيبته ويشوف الصفقات الجديده كمان. وكمان زيد على كده كمان يا كريم، انا اسف يعني طولت شويه، ولكن زيد عليها كمان ان اللعيبه هتوفر لهم المناخ الجيد جدا. نعم. ان هم يظهروا فيه دلوقتي، لان انت كمان مستني. احنا مقتنعين فنيا باللعيبه دي كويس، ولكن محتاجين كمان ان هم التوفيق يحالفهم ان هم يظهروا بصوره كويسه تساعدهم ان هم يخشوا في انسجام مع الفرقه بسرعه. نعم. فدي كلها من المكاسب الحقيقه بتاعت المباراتين اللي جايين. يبقى ان شاء الله باذن الله التوفيق بتاع ربنا، ويبقى التوفيق مصاحب نادي الزمالك، ونعدي المباراتين دول بشكل كويس وفي حاله فنيه جيده، نقدر نخوض باذن الله بعدها باربع ايام مباراه الدوري العام الاولى لينا ان شاء الله.
وكمان يمكن المستشار مرتضى مجلس الاداره مع المسؤولين طبعا والقيادات في بلدنا العظيمه، ربنا يحفظها يا رب، يعني قدر ان هو يحصل على موافقه بحضور 10,000 متفرغ غير اكثر من 500 ل 1000 دعوه ثانيه لحضور المباراه. ان شاء الله ده ممكن يطبق في المباراه الثانيه، يطبق في المباراه الاولى ان شاء الله. المهم جماهير نادي الزمالك هنقدر نطمن على فريقنا زي ما كابتن صبري قال، جماهير نادي الزمالك هتكون سبورت وعامل اساسي جدا في مباراه زي دي، خصوصا مع الصفقات الجديده طبعا. كابتن صبري، المباراه بقى في لامبو، يعني حتى لقطات ان احنا معانا بعض اللقطات عن شفناها اتبعناهم كده على يعني عن حاجات بسيطه، لكن توقعاتك للمباراه دي ايه وشايف المنافس عامل ازاي؟ يعني هي مباراه يعني على الورق كده ومن الشكل العام ومن تاريخ الفرقتين، طبعا نادي الزمالك بنسبه كبيره جدا ان شاء الله باذن الله يعدي الدور ده، كمان سهل علينا الامور اكتر باذن الله، ان شاء الله تسهل علينا الامور اكتر المستشار مرتضى لما نقل لنا المباراتين هنا. ان شاء الله عندي ثقه كبيره جدا ان شاء الله نعدي الدور ده بشكل كويس، ولكن اللي يهمني اكتر ان الصفقات اللي ان شاء الله حد فيهم هيبقى متواجد في المباراه يبقى في حاله فنيه جيده، يبقى الـ 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 الاريحيه اللي موجوده جوه الملعب تساعده ان شاء الله على انه يؤدي بصوره جيده، تطمن جمهور نادي الزمالك على فرقته وتطمنهم على لاعبتهم. وانا شايف ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك هيعمل مباراه باذن الله مباراه كبيره، وهنعدي المباراتين دول بنتيجه كويسه ان شاء الله وباداء فني كويس. الفرق اللي بتبقى مغموره او مش مسمعه كويس جدا، مع ان الفريق ده في الدوري البرونزي يعني عامل شغل كويس وقبل كده اعتقد حقق بطوله الدوري، لكن الفرق المغموره دي بيبقى صعبه ولا بتبقى سهله للجهاز الفني مستر فيريرا؟ لا هي بتبقى سهله ولكن بتحتاج يعني تركيز اكبر، بتحتاج قلق اكتر، بتحتاج اعداد ذهني للعيبه اكتر علشان تحسسهم ان المباراه وتدخلهم جوه اجواء المباراه ويلعبوا المباراه بتركيز كامل، بتحتاج حاجات كتيره جدا بالرغم على الورق انها بتبقى سهله او بتواجه مدير فني سهله، ولكن برضو كمان يا كريم سهلها عليه المستشار مرتضى بان المباراتين هتبقى هنا، مباراه الذهاب بتبقى الاولى المفروض هي في ملعبهم هناك، فدي هتساعد كمان نادي الزمالك ان شاء الله نقدر نحرز هدف واثنين يساعدونا كمان في مباراه العوده، فان شاء الله باذن الله المباراه على الورق وهتبقى في الملعب ان شاء الله سهله باذن الله. ان شاء الله. طبعا انا كنت وعدت الساده المشاهدين طبعا وجمهور نادي الزمالك الكبير جدا وكل الجماهير اللي بتشاهدنا طبعا ملايين، قناة الزمالك هي الأعلى من حيث نسبة المشاهدة في العالم كله كابتن صبري، وكلمنا عن ملف الصفقات وعارف ان حضرتك محضر شغل كتير جدا عن ملف الصفقات، هنمسك خط كده وكل مركز لوحده ونوضح الصورة كاملة لكل جماهيرنا عشان احنا مطمنين تماما، فكل الطمأنينة دي تنتقل لكل محبي ومنتسبي نادي الزمالك على مستوى العالم كله على ملف الصفقات. وهنبدأ مع حراسة المرمى طبعا عواد والصفقة المدوية جدا والمفاجأة والإضافة الكبيرة جدا محمد صبحي ومعاهم طبعا الحارس الناشئ نديم. طب قبل ما نتكلم على الصفقات يا كريم، يعني لازم نتكلم عن الاستراتيجية اللي هتجيب بيها الصفقات، يعني يعني نقدر نقول او نقدر نخش جوه دماغ مستر فيريرا نقول ان اول حاجه لما بتيجي تكون فرقه بتشوف الاول النتيجه بتاعه الفرقه ايه، انت داخل على فرقه هي بطل كاس مصر وبطل الدوري المصري، فلابد ان انت تبقى عامل حساباتك اولا وانت بتكون الفرقه بتاعتك او النواقص بتاعتك. تاني حاجه لازم نبقى يعني عارفين كويس قوي ونراجع تاني ان نادي الزمالك مقفول عليه القيد بقاله سنه، فدي عملت مشكله للفرقه كبيره جدا جوه الملعب، ولكن ما حسيناش بيها لقدرات فيريرا وقدرات برضو اللعيبة الرجالة اللي هي تحملت الصعاب الكبيرة جدا سواء في نقص العددي وكمان جوه الملعب، فبالتالي لما تيجي تعمل الفرقة لازم تبقى واخد بالك كويس قوي ان الفرقة دي بطل الدوري وبطل كاس مصر. لما تيجي تدعم وتشوف احتياجاتك وتقول احتياجاتي ايه، لازم تجيب احتياجاتك بس، يعني ما كناش زي زمان بنمشي ورا صفقة يكون المنافس بتاعك عايزها وبعدين انت تخش علشان تاخدها انت، وبعدين نيجي نشوف الناتج بتاع الصفقة دي نلاقيه مش على المستوى اللي هو اتعملت عليه الضجة دي. ولينا امثلة كتيرة جدا بغض النظر عن الاسماء سواء عندك او سواء عند المنافسين بتوعك. فبالتالي لما تيجي تتكلم على القائمة بتاعت نادي الزمالك او الصفقات بتاعت نادي الزمالك او احتياجات نادي الزمالك هتلاقي ان احنا كنا محتاجين جول. ايوه محتاجين جول، لازم يبقى فيه موجود مع عواد جول بجانب النديم وبجانب عطية ياخدوا الخبرات يبقوا متواجدين ياخدوا الدور بتاعهم، ولكن لازم يبقى عندنا جولين يتنافسوا ويبقوا مش حاسين ان فيهم واحد هيلعب، يعني اللي هيلعب هياخد خلاص ياخد لحد ما يبقى فيه اللي هيركب هيقعد التاني خلاص هيقعد التاني وهيبقى المنافسة في الاخر هيظهر لي جول
هو ده اللي هبدا بيه الموسم. فيبقى لازم يبقى في منافسه بين جونين كبار. نعم. جبنا صبحي ابن نادي الزمالك. نعم. هو من قطاع ناشئين نادي الزمالك، من افضل الحراس اللي في مصر، متوقع لهم بمستوى ومستقبل كبير جدا. فانت جايب حارس صغير بجانب عواد ومعاهم اتنين صغيرين، فاذا انت نجحت في المركز ده. ايوه نجحت. نعم. فاقفل على المركز ده. نعم. لما نيجي نتكلم بقى على المساكين، كان عندنا مشكله. نعم. السنه اللي فاتت. ايوه كان عندنا مشكله طبعا. دول حراس المرمى طبعا لقائمه نادي الزمالك، محمد عواد، محمد صبحي، محمد نديم، والسيد عطيه اللي كابتن صبري طبعا استفاد في شرطه والعرض عليه. خلاص احنا مقتنعين ان حراسه المرمى صبحي، يعني وجود صبحي ده تدعيم وفني اكتر وصحي اكتر لتالق عواد طبعا، مزيد من التالق من عواد، تدعيم للجمله اللي احنا قلناها قبل كده كريم، ان انت بطل الدوري وبطل كاس مصر. نعم. فلازم تجيب جول كبير مع عواد علشان يتنافسوا الاثنين ويطلع لي منهم جون يحرس نادي الزمالك. نعم نعم. لما هنيجي نتكلم على السردباكات، نعم. احنا كان عندنا مشكله السنه اللي فاتت في السردباكات، وطريقه الراجل كمان انه بيلعب بثلاثه من تحت، فجاب المسلوسي ووظف المسلوسي انه يبقى ثالث. نعم. السردباك، ولكن اجت فيها بصراحه وتالق والله، ومحمد عبد الغني راح موظفه علشان يشتغل ديفندر قدام السردباكات دي واجاد، ولكن احنا كان عندنا نقص في الحته دي. لازم يبقى طلع لنا. استعرضهم مع حضرتك الاسماء، يعني محمود حمدي الونش طبعا، ومحمد عبد الغني كان اللي موجود، حسام عبد المجيد، صلاح الزناري الوافد الجديد طبعا من طلائع الجيش ولاعب سوبر السوبر، محمد طارق، وحمزه المسلوسي بين كوتيشن لاعتبار ان هو بيجيد، مش مركزه لكن بيجيد اللعب في هذا المركز بالظبط. خد. نعم. بالك ان من الاستراتيجيه الاولى للراجل من بعد ما الموسم انتهى. نعم. انه عايز لعيبه قليله لانه هيشتغل بعدد قليل. صح. في الملعب هو طلب 23 غير الثلاث اجوان او 22 لعيب او 23 لعيب، وده اللي بيحصل في كل اوروبا. نعم. يعني كل الناس بتشتغل بنفس العدد ده، فالراجل علشان يشتغل بالعدد ده ويجيب صفقات، لانك انت ما كانش عندك القيد السنه اللي فاتت علشان يعمل كده، يعني طلب من امير ان المواصفات بتاعه الصفقات ان كل لاعب هيجيبه لابد ان هو يجيد في مركز او مركزين بجانب المركز الاساسي بتاعه. ودي صعبه كابتن، صعبه جدا، صعبه توفيرها بالطريقه دي، ان انت عملت ده في كل الصفقات بلا استثناء. بالظبط كده، برافو عليك. فهي صعبه جدا، وكمان الشخصيه اللي طلبها فيريرا انه عايز لعيبه زي ما بيقولوا جعانه. نعم. عايزه عندها طموح، عندها هدف، مش عايز لعيب يجي يحسسني ان هو جاي يفيد نادي الزمالك. لا، الاستراتيجيه دي لازم تتغير. انت جاي على فريق بطل، فريق بطل كاس وبطل الدوري في بلده، فريق هيضيف لك مش انت اللي هتضيف له. فالمقوله دي لما اتغيرت بدا يبقى نادي الزمالك هو استقطاب للعيبه، يعني اللعيبه بدات هي اللي بتسعى ان هي تيجي نادي الزمالك. نعم. هي اللي بيشوفوه واللي بيسمعوه طبعا من زمايلهم ان بيتقال الامور الماديه على احسن ما يكون. لا، كمان زيد على كده لما بيبقى فيه مكافئات، وانا عارف وانت عارف طبعا. لما بيكون المكافاه بجنيه المستشار مرتضى بيخليها 10 جنيه، فالامور دي كلها اللعيبه بتقولها لبعض. نعم. احنا الامور الماديه عندكم ايه؟ الامور الماديه زي الفل. طب الفرقه ايه؟ الفرقه لا، ده الفرقه بطل، والفرقه الناس كلها بتتكلم عليها بصوره كبيره جدا. طب هتتمرن مع مين؟ نعم. ده لو لعيب عايز يجود كمان، لا، هيتمرن مع بروفيسور كبير جدا افاد الكره المصريه السنه اللي فاتت. نعم. فنرجع، يبقى اتفقنا كريم ان كل لعيب هيجي لابد ان هو يبقى مجيد في مركز او مركزين يساعدوا فيريرا لو حصل نقص في اي حاجه. صح. او لو عايز يغير من جوه الملعب. فلو جينا شفنا السردباكات هنلاقي ان الزناري كان مطلوب. ايوه مطلوب، علشان لو حصل مشكله مع الونش او حصل مشكله مع محمد عبد الغني زي ما انا لعبته ديفندر او ارتكاز في بعض المباريات السنه اللي فاتت. نعم. فيبقى عندي العدد وكمان الكواليتي وكمان الحاله الفنيه بتاعته. صح. فاذا لو بصيت على محمد طارق ممكن يلعب باك رايت وممكن يلعب سيرد باك ثالث. نعم. المسلوسي اوريدي اشتغل السنه اللي فاتت باك رايت. نعم. واشتغل ثالث. فالزناري ممكن كمان الزناري يشتغل زي المسلوسي. نعم. يشتغل على طرف او يشتغل سيرد باك. فاذا النهارده انت جايب كام؟ 1 1 2 3 4 5 6 لعيبه بما. نعم. فيهم محمد طارق، يبقى ده عدد كافي جدا. لو لعبت بثلاثه منهم. صح. او لعبت باربعه من تحت، يبقى هتلعب بسرد باكين بس، فده عدد كافي. ايوه كافي جدا. نعم. ومحور مهم جدا جدا كمان من الصفقات زي ما حضرتك قلت، ان انت عامل السن كمان 23 سنه 24، هو ده متوسط الاعمار. الصفقات معظمها في الصفقات الجديده، امير راعى ده برضو عشان خاطر المستقبل. هاخد اجابه حضرتك على هذه النقطه، ولكن بعد ما اروح لفاصل، وبعد الفاصل مع كابتن محمد صبري.
بجد ترحيب بحضراتكم، وبنضمنا عبر زوم مع الكابتن محمد صبري طبعا نجم تونس ونجم نادي الزمالك السابق كابتن يامن بن ذكري. وارحب بيك كابتن يامن، صباح الخير. حبيبي رحب بيك طبعا ووحشنا كتير جدا. وحشنا جدا يا يامن حبيبي. مرحبا بك ضيوف ومستمعين ومشاهدين وكابتن محمد صبري. طبعا في البدايه طبعا بنتناقش مع الكابتن صبري طبعا، ومفيش حديث دلوقتي غير عن صفقات نادي الزمالك السوبر اللي ابرمها مجلس الاداره. حابب اخد راي كابتن يامن في صفقات نادي الزمالك، وشايف ومتابع نادي الزمالك ازاي الفتره الاخيره؟ كمشجع زملكاوي لان الصفقات كامله ان شاء الله تكون في مستوى تطلعات جماهير النادي. اشتغل كثير اداره النادي الزمالك وكابتن فريرا يعني مع بعض عشان يجيبوا صفقات قويه، بمعنى انه لعيبه كل 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 لعيب في مكانه، يعني تقريبا في كل القطاعات، يعني جابوا لعيبه في كل القطاعات، حراسه المرمى، المدافعين، وسط الملعب، الهجوم. مع طبعا فرحان انه حتى لعيبه تونس يعني حمزه المسلوفي او سيف الجزير، يعني ما شاء الله مع كابتن فريرا شفنا تطور نوعي ممتاز جدا. نعم يعني نتكلم بالخصوص على انه كيفيه انه يتاقلم كابتن حمزه مطلوفي مع كابتن فريرا في لما يلعب بثلاثه مدافعين. فرحان انه كان في فتره ما عليه شويه ضغط، ولكن تحس انه في يعني تصرح معنويا وخذ ثقه في نفسه. نفس الشيء بالنسبه لسيف الجزيري اللي هو يعتبر من اهم مهاجمين منتخب تونس وراح يشارك في كاس العالم. ففرحان بالنسبه للاعبين اللي وقع انتدابهم، نتصور انها كانت انتدابات مدروسه جدا، خصوصا انه زي ما تكلم كابتن محمد بالنسبه لمحمد صبحي، يعني حارس دولي ابن البيت، ولد البيت، طبعا ولد البيت ولد العائله، ينتمي للعائله الزملكاويه، يعني لازم يجهز نفسه، وفي نفس الوقت تكون في منافسه شفافه وشرسه. هذا كله يخدم طبعا مصلحه نادي الزمالك. بالنسبه للمدافعين نفس الشيء، عوده عمر جابر نفس الشيء، يعني حاجه تفرح، يعني وعاوز اقول له مرحبا بك في بيتك من جديد. الاهم في الصفقات هذه كلها انها الحمد لله يمكن ذكاء من اداره النادي والبروفيسور فريرا انه يجلب لاعبين يشغلوا اكثر من خطه، وهذا مهم جدا، يعني في ظل طبعا الظروف اللي تعدى بها الزمالك الموسم اللي فات من غير انتدابات. يعني نتصور انه ان شاء الله الانتدابات هذه باش تعطي اكله في الموسم هذا. ما تنساش نتكلموا على نادي صاحب لقب وصاحب كاس مصر الموسم اللي فات. نعم يا كابتن يامن، يمكن انت برضو من الواحد للاسف يعني لعبت في نادي الزمالك في ظروف صعبه جدا طبعا في خلال تواجد الفترة العشرية السوداء مع ممدوح عباس. لو انت دلوقتي لاعب في نادي الزمالك وشايف اللي بيحصل مع لعيبة نادي الزمالك ومجلس الإدارة الحالي بقيادة أو برئاسة المستشار مرتضى منصور، كنت تتمنى ان انت موجود في الفترة دي وكان هيبقى يامن بن ذكري تاني خالص غير يامن بن ذكري العشرية السوداء؟ والله شوف، انا اول شيء تشرفت بالانتماء للزمالك. يعني مش عاوز اتكلم على العشريه السوداء ولا واتكلم على يعني انا مش عاوز اتحاسب على ابناء نادي ولا في نادي لعبت فيه، مش عاوز اتكلم على رئيس سابق في يوم من الايام ترأس كيان اسمه نادي الزمالك. نعرف اني المستشار مرتضى منصور يجتهد كثيرا وكثيرا وكثيرا لكي يوفر معناها يكفر امكانيات اللعيبه الاداريين الشغالين في النادي الكل، عارف كل ما يدور حول النادي. نعرف انه الرئيس السابق يعني في حجز على ارصده النادي فان شاء الله ان شاء الله يعني الموضوع هذا يفك كسره في اقرب فرصه، لانه في مصلحه نادي الزمالك انه يرجع لمنصات التتويج ويرجع لمكانته الطبيعيه، انه هو دائما على منصات التتويج. زي ما قلت وصرحت قبل،
انا كزملكاوي اليوم نحب نتكلم في قالوا على الماتش يعني على انه الناس تسمع فينا. طبعا هذا مطبخ المطبخ الداخلي للنادي، المفروض نعم. احنا كزملكاوي نتكلموا فيه مفهوم. وحدنا نعم. يعني لوحدنا يعني عشان نفك امورنا، لكن نعرف انه كبار الزملكاويين على راسهم طبعا المستشار، نعم، ونعرف انه قاعد يلاقي في حلول المناسبه والممكنه اللي ان شاء الله انه يطلع من المشاكل هذه بإذن الله. بكل سرعه ان شاء الله. توقعاتك لنادي الزمالك في بطوله افريقيا، وهل الزمالك قادر على الاحتفاظ بلقب الدوري للعام الثالث على التوالي؟ والله المفروض مع طبعا كل الفرق قاعده تشتغل على نفس القدم وساق، ولكن ثقتي كبيره في نادي الزمالك، وثقتي كبيره طبعا في المدرب المحنك فيريرا انه يخلي النادي على مسار التتويج. وطبعا كل الشكر طبعا على قائمي النادي على راسهم امير مرتضى، نفس الشيء احمد مرتضى المستشار على اختيارهم اللعيبه. انا فرحان باختيارهم اللعيبه، حتى اللاعبين الاجانب يعني في مستوى تطلعات النادي، ان شاء الله يتاقلموا بسرعه، وان شاء الله يعيشوا في 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 جو خالي من 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 المشاكل، ان شاء الله يعيشوا في جو خالي من غير مشاكل. شفت لما يكون في انصاف، لما يكون في انصاف فنيا وكرويا، نادي الزمالك طبعا ما يتاخرش انه يقدم احسن ما عنده وافضل ما عنده. يعني نتكلم في وجود الفار، في وجود ناس تعطي قاعده تدور على حقوق النادي. بحول الله ان شاء الله الامور طيبه، وان شاء الله جماهير النادي طبعا تفرح من جديد. وزي ما قلت لك يعني مش جديد على نادي الزمالك انه يطلع من منصه التتويج، يعني صحيح من فتره الى اخرى، ولكن تو تقريبا سنتين على بعض، بالرغم الظروف التي لم تكن في صالح نادي الزمالك من كل النواحي الماديه الفنيه المعنويه هذا كل، لكن لاعيبه الزمالك كانت في مستوى تطلعات كلاعيبه وكاداريين وفنيين، فان شاء الله يحافظوا على هذا النسق ان شاء الله. ولكن شاء الله. نعم. بالنسبه لي مع انا نبقى دائما متفائل في ظل وجود اشخاص انا نكون لهم كل الاحترام، انه ان شاء الله نادي الزمالك يكون في نفس المستوى. خلينا ناخذ مباراه، نعرف المباراه الجايه هي مع الفريق البورندي ان شاء الله. نعم. سلام ببطل تخلص على خير، ومن بعد نخش دور المجموعات ان شاء الله كل شيء يكون في المستوى ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا يامن بن ذكري، كان معنا عبر الهاتف من تونس. بشكرك شكرا جزيلا، وبشكرك على تقديرك واحترامك وحفاظك على نادي الزمالك كمان، وان انت كمان يعني بتتكلم عن الحاضر وعايز تنسى الماضي، واحنا نتمنى والله ان احنا ننسى الماضي بكل بلاويه. ربنا بس يبعد عننا المتربصين ويبعد عننا اهل الشر، ونادي الزمالك ان شاء الله قادر. بشكرك شكرا جزيلا يامن بن ذكري، كان معنا عبر الهاتف من تونس. كابتن صبري، كنا بنتكلم على استراتيجيه امير وفيريرا في اختيار عنصر السن من 23 ل 24 25 سنه، عنصر المستقبل. طبعا يعني يمكن برضو من الحاجات اللي كان حريص امير فيها في اختياراته للعيبه كان عامل السن. نعم. ودي كانت من طلبات فريرة برضو، لان زي ما قلت لك هو طلب في احتياجاته يعني شكل معين للعيبه اللي ممكن تيجي، فعشان كده كان امير بيعاني. ايوه بيعاني علشان يقدر يجيب الصفقات اللي هو طالبها الراجل، مش صفقه وخلاص، الراجل طالب صفقه بمتطلبات وبمواصفات معينه، فعلشان يجيب الصفقات دي كان حاطط له بلان واحد وبلان اثنين وبلان ثلاثه. نعم. فامير اشتغل واجتهد، ولما نيجي نقيم فنيا احنا بنقيم بحقائق، يعني احنا خلصنا السردباكات. نعم. لو دخلنا الظهير الايمن والظهير الايسر، لو دخلنا على ناحيه اليمين وناحيه الشمال، دي من المناطق اللي كان فيريرا مهتم بيها جدا، لانها كانت بتساعده كتير جدا في النواحي الهجوميه. لما بيلعب بثلاثه، فالمواصفات بتاعه الباك رايت والباك ليفت اللي المفروض يبقوا متواجدين في نادي الزمالك كان موجود فتوح، وناحية الشمال كان موجود فتوح بيأديها بصورة كويسة. نعم. النواحي الهجومية كان التنوع اللي عنده، كمان كان عبد الله جمعة يقدر يشتغل في طرف أو يقدر يشتغل كباك ليفت، برضه بيشتغل النواحي الهجومية بشكل كويس جدا. معاهم واحد زي عبد الشافي يقدر يلعب له في مكانين، يقدر يلعب له في ثلاثة زي ما كنا عايزين نجيب احمد ايمن منصور وما وفقناش. نعم. ان احنا نجيبه، فكان عبد الشافي يقدر يلعب في الحته دي بشكل كويس جدا ويجيد فيها. ايوه يقدر،
يقدر يلعب باك ليفت اللي هو مركزه الاساسي، يقدر يقدر يلعب في الثلاثه في نص الملعب لو هيلعب بثلاثه في نص الملعب، يقدر يلعب في المركز ده كمان. لو شفنا ناحيه اليمين هنلاقي ان حمزه المسلوسي بيلعب في حتتين، مسلوسي عمر جابر والسيد نيمار اللي بيتم توظيفه في هذا المركز. يعني انا في الشمال انا متوقع يا كريم ان السيد نيمار من من الموسم اللي جاي هيبتدي يحطه في الخط اللي قدام. يعني كده قله الصفقات. الناس كلها بتتكلم بتقول طب احنا عايزين طرف وعايزين لعيب من الحته اللي قدام وعايزين خط اللي قدام، احنا لسه ما دعمناهوش. هو مدعمه بنيمار، يعني نيمار هو كان حاطه مؤقتا في المركز ده علشان يخلص بيه الدوري، وبعد كده المواصفات اللي تيجي على المركز ده هتبقى نفس مواصفات حازم امام. يمكن حازم امام الحاله الفنيه والبدنيه ما اسعفتوش ان هو يؤدي بصوره جيده، لكن هو يبقى ابن النادي ونتمنى له كل التوفيق. ولكن كان المواصفات اللي كان عايزها فيريرا كانت متمثله في عمر جابر. فعمر جابر يقدر يلعب باك رايت ويقدر يلعب ثالث كمان، او لو لعب باثنين في نص الملعب ممكن عمر جابر يلعب في المركز ده، وممكن يلعب بثلاثه في نص الملعب لو عايز يلعب بثلاثه يقدر عمر جابر يلعب ثالث نص ملعب اللي هم بنقول عليه ثمانيه ويشتغل في الشكل الهجومي كويس. ممكن يلعب باثنين ديفندرات ويشتغل عمر جابر كثمانيه مع سته اللي هيلعب جنبه. فاذا هو عمر جابر يقدر يلعب له في ثلاث مراكز وجايبه هو اساسا باك رايت. طب احنا عندنا الثلاثه دول يا كريم وعندنا الثلاثه اللي ناحيه الشمال دول، انا هسالك بقى اقوم بدور النهارده المذيع، انا قول لي الثلاثه دول والثلاثه دول مين اولا فيهم يلعب، ثانيا مين احسن منهم في مصر زي بعض يعني خلاص يتنافسوا هنضم مركزين 6 و8 مع بعض عشان ده فيها كلام كتير. بالظبط كده. هنيجي بقى نتكلم في المركز ده بقى كريم، هنلاقي ان انت كان عندك رؤى يقدر يلعب ستة. عندك محمد عبد الغني وظفناه ان هو يلعب في ستة. لكن هنرجع محمد عبد الغني بقى بعد العدد اللي جه وبعد التدعيمات اللي جت، يرجع محمد عبد الغني يشتغل في المركز بتاعه سيرد باك ويبقى في الطوارئ نقدر نستعين بيه لان كان عنده تجربه قبل كده. لو جينا اتكلمنا على الميزه اللي بتميز الخط ده السنه اللي فاتت هنلاقي تسديد، هلاقي امام عاشور من الكور المتحركه احنا جبنا منها جوان كتيره جدا جدا. هلاقي من الكور الثابته سواء الفاولات من اليمين او من الشمال كان زيزو بيشتغلها بصوره جيده جدا وجبنا منها برضو اجوال كتيره جدا. فاذا الميزه دي بجانب كرات الثابته كانت عامل مهم جدا في تخليص مباريات كتيره جدا في الدوري السنه اللي فاتت. فعايز يستكملها فيريرا، فقال ان المواصفات بتاعه المركز ده سواء ستة او ثمانية لازم يجيد التسديد. لو جينا بصينا على دونجا هو من اللعيبه الجيده جدا في حته التسديد، في ميزه التسديد خط ده بجانب اللي كانوا موجودين سواء امام او سواء رؤى او الوردي كمان وماجد هاني اللعيب الصغير وسيف جعفر كمان صغير وعندك محمد عبد الغني وعمر جابر ممكن تستعين بيهم في المركز ده. فاذا قول لي برضو مين ممكن تجيبه مفيش ترتيب او ناقص في الحته دي مفيش. واحنا ما جبناهوش او الاداره ما جابتوش. هتلاقي لا ده بالعكس هيبقى في تنافس كبير جدا في المركز ده عشان يطلع منه اثنين او ثلاثه اللي هم اللي يبقوا في الملعب. انا ليه حريص ان انا بناقش مع حضرتك كل مركز وكل اللعيبه وكل الكلام ده، لان ده مهم جدا رساله طمانينه توصل لكل عقل ووجدان ومشاعر كل مشجع زملكاوي داعم واقف ورا فرقته. انا بدي لك رساله طمانينه من واحد بقيمه كابتن محمد صبري. الجناح الايمن طبعا زيزو شيكابالا حدث ولا حرك طبعا، يعني الحته اللي قدام اللي الناس كلها برضو بتتكلم عليها دلوقتي، طب احنا عايزين ندعم بقى الخط اللي قدام شويه او عايزين نزود الخط اللي قدام شويه. فيريرا عمل ايه؟ فيريرا خلاص نقل هينقل نيمار هينقله في الخط اللي قدام، فاذا هيتواجد مع زيزو ومع شيكابالا ومع نضاي ومع يوسف اسامه نبيه ومع ومع اللي حضرتك مجهزها لنا. احنا قلنا جناح ايمن زيزو شيكابالا يعني جناح الايسر ابراهيم نضاي يوسف اسامه نبيه سيد نيمار وامام عاشور بيتم توظيفهم، ده اللي بنتكلم فيه يستعينوا بيه في الحته دي. فاذا انت عندك سته، السته دول يا كريم ممكن يلعبوا ناحيه اليمين او ممكن يلعبوا ناحيه الشمال سواء زيزو او شيكابالا او نضاي او يوسف، يبقى اذا عندك التنوع في ست لعيبه هتختار منهم اثنين بس هم اللي يلعبوا. طب لو جيت شفت مواصفات الخط اللي قدام بقى، يعني قلنا المواصفات بتاعه وسط الملعب كانت شكلها ازاي وميزه التسديد كانت موجوده ولا مش موجوده. لو معانا لقطات لابراهيم نضاي يا ريت استاذ مدحت لو نعرضها بعد اذنك. لو جينا اتكلمنا بقى عن الخط المهم اللي هو الخط اللي قدام قبل ما نوصل للمحطه بتاعتنا اللي هو راس الحربه، هنلاقي ان السته دول ممكن يلعبوا سواء يمين ولا شمال، هتساعد فيريرا لو عنده ناقص هتساعده جدا. طب القدرات الخاصه بتاعه اللعيبه دي، في منهم اللي بيجيد الكرات الثابته زي زيزو زي شيكابالا، في منهم بيجيد التسديد جدا زي نضاي زي يوسف اسامه نبيه اللي هيظهر قدراته الكامله بعد كده في الفتره اللي جايه دي، وانا متوقع له مستقبل كبير جدا وهيفرق مع نادي الزمالك الفتره اللي جايه.
عندنا امام عاشور ممكن يشتغل في الحته دي، بيجيد التسديد وبيجيد الكرات العرضيه وبيجيد ان هو عنده شخصيه اللعيب اللي يقدر يشتغل على ال 18 ويقدر يعمل لنا اهداف ويقدر يعمل لنا اسيستات. فاذا لو جينا اتكلمنا برضو تاني يا كريم عن السته اللي قدام دول، لو احنا عندنا حد افضل منهم في مصر قول لي عليه واحنا نروح نجيبه. مفيش. ولكن اللعيبه اللي موجوده دي سته هيلعب منهم اثنين. نعم. هم اثنين اللي هيبقوا متواجدين في الملعب. نعم. ويبقى عندي اربعه اقدر استخدمهم في. نعم. توقيتات المباراه او اقدر معظم الموسم اللي فات كابتن صبري انت بتلعب بزيزو وشيكابالا وبيعملوا الريبليس والتبادل بينهم وبين بعض. فانت عندك ابراهيم اندا يوسف وسام ابو سيد مروان عاشور ممكن تحتفظ بيهم اصلا. زيزو يقدر، شيكابالا يقدر لان اشتغلوا فيها السنه اللي فاتت. نعم. فاذا الوضع من الشكل اللي قدام او التراب بتاعتنا اللي قدام ممكن نكون محتاجين صفقه كمان في الحته دي، ولكن لو ما جاتش انا ما يبقاش عندي مشكله بصفه شخصيه. بالظبط. خط الهجوم اخيرا سيف الجزيري، سامسون اكينولا، حسام اشرف، وطبعا الاستعانه ب يعني توظيف يوسف اسامه نبيه ونيمار كمان يعني. نعم. تقدر توظف يوسف. نعم. ونيمار في الحته دي، ولكن يعني. نعم. عشان نتكلم عن الخط ده نقول. نعم. ان الخط الاساسي بتاعنا ده سيف الجزيري وسامسون طبعا، يعني حسام اشرف طبعا. انت بتتكلم كصريح. نعم. يعني كصريح سيف الجزيري وسامسون. طب سامسون اللي احنا جبناه ده هل يختلف انطباع ايه؟ ان ده بيفكر ازاي في المساحات الضيقه؟ نعم. ده بشكله ازاي في المساحات الضيقه؟ لو شفت الدبل باص اللي اتعمل ده اتعمل في مساحه ضيقه جدا، راحت له الكوره وهي تحت رجله قدر يستلم بسرعه. التفكير هنا بيبقى اسرع. نعم. من وانت في نص الملعب، فقدر يفكر بسرعه عشان يقدر يجيب جول. في مباريات انا ببقى محتاج المكسب محتاج او في وقت معين ممكن اشتغل بالاثنين، اشتغل نفسها بالاثنين علشان الاثنين مش مواصفات واحده. يعني الجزيري محطه، ايوه محطه، وذكي وبيقدر يخرج الناس اللي جايين من تحتيه وبيشتغل بشكل كويس جدا في الشكل ده. هو مختلف تماما، هو فايتر جدا على الجون، هو سريع، هو سنه صغير فمندفع جدا على المرمى. صح. عايز يتظبط له التوقيت بتاعه والقرار. يعني يتظبط له التوقيت والقرار مع المباريات هتلاقيه مع فيريرا بمستوى، هيظهر بمستوى طيب جدا جدا. محتاجين حد هنا؟ لا مش محتاجين. انا من وجهه نظري احنا مش محتاجين حد في المكان ده طول الدوري ان شاء الله وبطوله افريقيا باذن الله. واحنا يكفينا وجهه نظرك اللي تتطابق مع وجهه نظر فيريرا واداره الكره. كابتن صبري شرفتني ونورتني، وطبعا يعني افدتنا افاده مهمه جدا، وكان لازم ان اكون مع حضرتك النهارده عشان نوصل الصوره كامله عن الصفقات السوبر لنادي الزمالك لكل جماهير نادي الزمالك. بشكرك كابتن صبري. انا اللي بشكرك جدا يا كريم، وان شاء الله بمشيئه الرحمن نشوف نادي الزمالك يوم الاحد ونبارك لبعض ان شاء الله. والاهم من كده ان شاء الله نشوفهم بيظهروا بكامل مستواهم الفني والحاله الفنيه، والتوفيق ان شاء الله يبقى مصاحبنا باذن الله يوم الاحد. بشكرك كابتن صبري، شرفتني. طبعا يمكن الاسبوع اللي فات كله على مدار الحلقات الماضيه كلها طبعا كان عندنا الهاجس طبعا ومرتبات الموظفين والعمال، عندنا كلام كتير جدا عن 6 اكتوبر، عندنا كلام كتير جدا عن اسر الشهداء، جيش والشرطه اللي كرمهم المستشار مرتضى منصور هو الرئيس النادي الوحيد اللي كرم وعمل عضويات عامله لاسر الشهداء الجيش والشرطه، كلام كتير جدا مع الساده الصحفيين. لكن قبل ما اروح واستقبل استاذ ايهاب الفولي، استاذ منتصر الرفاعي، هنروح نشوف تقرير ولقاءات مع اللجنه النقابيه بنادي الزمالك برئاسه الزميل العزيز محمد حنفي، ونرجع نكمل مع حضراتكم بعد هذا التقرير. موجودين معاكم النهارده داخل نادي الزمالك، وطبعا معانا النهارده اعضاء اللجنه النقابيه هيكلمونا عن مستجدات الاوضاع داخل نادي الزمالك والازمه اللي بنعيشها داخل نادي الزمالك، وازاي قدرنا او قدر سياده المستشار مرتضى منصور ان هو يجيب للناس دي حقها. طبعا 5000 موظف وعامل داخل نادي الزمالك. حضرتك احنا يعني مستشار مرتضى منصور اولا هو قبل يوم 30 في نهايه كل شهر بيدي تعليماته بصرف المرتبات، وزي ما العاملين متعودين بيقبضوا من الفيزا بالبنك، لكن فوقه طبعا بالحجز على الرواتب وطبعا